السلام عليكم، كيف توما؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كيف توما؟ شويات توما مع صحيحة؟ اليوم غنعدل، هي ماشي لا صوص الطوماطيش، غادي نعدل هادي ديال الطوماطيش سوريس. كتجي هيداك بالطريفات، كتبقى بالطريفات ديالها، كتعمل مع كفتة مثلا مشوية، كتعمل مع الحوت، مع الحوت مقلية. كتجي واحد تشكيل جديد مزيون، انا غنشاركو معاكم وسهل، وكتحتفظوا به في النيفيرا، كيبقى حتى شهر شهر وزياده الا طاب مزيان وبقى مزيان في الزيت ديالو، كيبقى مزيون. كل مره كتغرف منه، مثلا في الصباح في الفطور الا بغيتي تستعمل ديك بويطه مقليه وديك شي كتنزلها معاها، اذا شويش كيجي مزيون وسهل ودغيا كيوجد، وكيبقى لك في النبيرة فوقاش ما احتاجش كتجبدو. انا هنشاركو معاكم، عندي هنا واحد نص كاس ديال الزيت، هو كيدي زيت العود بزاف، تعملو تكتر عملو تكتر، انا كيبقى في الزيت، ثم كتغرفو ديك الزويته ديالو وكتنكل. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، انا غادي نعمل كل شيء مره واحده، ما كان حيت زيت العود ملي كنعملوه ثم كتعرفوا زيت العود ما خصوش يتحرق، ما نقليوه شي. عندي هنا الثومه مقطعه هيدا دويبرات، عندي هنا الوريقه سيدنا موسى، عندي هنا القزبر، قزبر مقطع. نعمل كل شيء هنايا، هنا القزبر، وهنايا عندي شويه ديال الابزار، شويه ديال الكيمون، شويه ديال الفلفل الحمراء، شويه ديال الشكنجبيك، واحد شويه ديال الحار اللي كيبغيه، والمليحه على حسب الذوق، الملح على حسب الذوق. غادي نعمل كل شيء مرة واحدة، كل شيء. وعندي هاد العويدات د القزبر ما كنسيبهمش، كنقيهم كنغسلهم مزيان، هادو كنغسلهم مزيان وكنقيهم، بأن هادو مزيان فيهم فيتامينات بزاف، هادو مزيانين، هادو كنغسلهم وكنعملهم، ديك الساعة ملي كيطيبو كنحيدهم. وما عندي هنا جويجات كنقيهم مزيان، كنكرطهم بالموس، كتكرطهم بالموس، كنقيهم وكنعملو. عندي هنايا نص كيلو ناقص شي حاجه ديال الطوماطي سوريس. عندي من قطعتها هيدا الكبيره قطعوها، والصغيره واخا يتفلحوها شويش، ها هي صغيره عندي عين فلحه، الا كانت ستيتوها مره واخا ما تفلحوهاش، صغيره ها كبيره فلحوها هيدا شويش باش كتوقع هي من النضار ديالها، واخرى كبيره عندي مفتوحه، منها مفتوحه ومنها عين فلحه، شفتوها؟ صافي غنعملها حتى هي. دابا غنديها فوق بوطه، ديها فوق بوطه، بوطه ما تكونش محنيه، معوط هذيك الا كانت محنيه كطلق الماء بزاف، ما خصناش حنا نطلق الماء. انا نوري لكم، ها هي عندي في الحله، حط ليها الجهد في البوطه، البوطه مجهده، حنا مخصناش يطلع اطلاق الماء، حنا طيب عيب بالجهد ديالها، مش اطلاق الماء، توقع عيب ديك الزيت. صافي كنبقى نحرك فيها، هاهي الطوماطيش ديالنا واجده، شفتوها كتجي، هاهي كتجي معسله، فيها تقطرة د الماء باش كتبقى هيدا باش كنحتفظو بيها، ملي تقرب طيب ما تبقاوش تحركوها بزاف، وكتجي مزيونه، كتجي غزاله. عندنا مثلا الفطور عندنا بيضه مسلوقه ولا هادي بيضه مطيبه في هاديك ديال الفطور، نديرو لها هيدا شويش، هيدا الفطور داكشي كتجي مزيونه غزاله، هيدا كتعملها زويته بلديه فوق منها، تعمل زويته بلديه والكيمون وداكشي كتجي غزيوله. مثلا حنايا عاوتاني عملنا الحوت ولا شي حاجه، انا عدت الحوت اليوم، عاود الحوت هي كتعمل كتعدل مثلا بزاف وكتخبعها، ها هي وكتعمل شويه شايده سهله ومزيونه. الطوماطي السوريس موجوده دابا وكتجي غزيوله، هيدا تجي غزاله، تعملوا بها بزاف د الحاجات، اي حاجه تعملوها بها،
اي حاجه ما عندك كفته مثلا مشويه ولا شي حاجه عندك عامله حتى هي يدك بالجنيبه ديالها اللي عملتي لها كتجي مزيونه. صافي هذه اللي بقاتنا غنحتفظوا بها في النيبيره. انا كنعمل رضومه كبيره وكنبقى فيما كنبغي شي حاجه اي حاجه تقلي فيليتي جداد تقلي اي حاجه تعملو قدامها هيدا مغرفه اي حاجه عدلتيها كتجي مقليه وتبقى لك حتى شهر زياده وهي في النيبيره. انا غادي نزيد لها دابا واحد شويه الزيت العود فوق منها نزيد له واحد شويه ديال الزيت هكا نزيد لها زيت مي كنغرفها كنغرفو معاها زيت العود مي كنغرف زيت العود كنغرفو هيداك معاها وهي كتجي ولا ها هي الشريطه ديالنا. نتمنىكم تجربوها وبالصحه والعافيه وديك الدعوات ديالكم زيونين.